أعزائي متابعي موقع هيرو نيوز السيدات، أهلا بكم في نشرة مرورية إرشادية للسيدة قائدة السيارة أثناء السير بالطريق العام. إذا كان صاحب نجلك في السيارة أثناء توجهك إلى عملك أو لقضاء مستلزماتك الخاصة، فإذا كان نجلك أقل من سنتين يجب وضعه في كرسي الأطفال في المقعد الخلفي للسيارة مع وضع حزام الأمان لكرسي الأطفال، وكذلك حزام الأمان خاص بالمقعد للحفاظ على أمن وسلامة نجلك أثناء السير في الطريق العام، مع التركيز أثناء القيادة وعدم الالتفاف للخلف النظر إليه حتى تحافظي على تركيزك أثناء القيادة لتجنب أي موقف طارئ قد يحدث في الطريق العام، ولعدم تعرضك لأي حادث مروري قد يضرك ويضر نجلك. أيضا إذا كان نجلك أكبر من سنتين وأقل من 7 سنوات فيمكن وضعه على المقعد الخلفي للسيارة مع وضع حزام الأمان وعدم النظر إليه أيضا من الخلف أثناء القيادة حتى تكون الرحلة آمنة لك ولنجلك. كل هذا يتم قبل التحرك بالسيارة، مع التنبيه على طفلك بعدم التحرك وعدم فك حزام الأمان للحفاظ على أمنه وسلامته أثناء السير بالطريق العام. نشرة مرورية هامة لكل سيدة تقود السيارة للحفاظ على أمنها وسلامة نجلها. سعدت بوجودي معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري، وإن شاء الله نتقابل في إرشادات مرورية قادمة بإذن الله تعالى.